نبدأ أخبار الألعاب الجماعية من عند كرة الهدف. منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين حصد على لقب بطولة الأهرام الدولية اللي أقيمت في 6 أكتوبر بعد الفوز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 4-3 بالهدف الذهبي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3. وبالمناسبة منتخب أوكرانيا هو بطل أوروبا ومنتخب مصر بطل أفريقيا، وبالتأكيد الفوز عليه في الدورة الودية دافع معنوي كبير جدا لمنتخبنا الوطني. البطولة هي المحطة الأخيرة في مشوار تجهيز الفراعنة قبل خوض منافسات بارالمبيات باريس 2024. بيتواجد المنتخب المصري لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 مع أوكرانيا واليابان والصين. وتأهل المنتخب لدورة الألعاب البارالمبية كان بعد التتويج ببطولة أفريقيا اللي أقيمت في ديسمبر اللي فات بعد غياب 32 سنة عن المشاركة في الدورات البارالمبية. ليهم كل التقدير والاحترام والشكر لمنتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين اللي قدموا مستوى قوي جدا وفازوا بالبطولة، وإن شاء الله يا رب تكون مشاركتهم في البارالمبيكس في باريس تكون مشاركة موفقة بإذن الله. نروح لأخبار الكرة الطايرة. الاتحاد المصري للكرة الطايرة أعلن قائمة الفراعنة اللي بتستعد للسفر لبولندا لخوض المعسكر الخارجي اللي هيقام استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. مفروض المعسكر هيكون في الفترة من 11 ل 21 في بولندا، ومنها هيغادر المنتخب لباريس مباشرة. بتضم القائمة المعلنة للمعسكر 14 لاعب، هيختار منهم الجهاز الفني 13 لاعب عشان يشاركوا في الأولمبيات، وهيعود لاعب من بولندا لمصر. القائمة بتاعة المنتخب فيها رضا هيكل، سيف عابد، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد عصران، محمد مصطفى كامل، ومحمد مسعود، محمد عثمان، وعبد الرحمن حسين، محمد علي، وحسام يوسف، مصطفى جابر عبد السلام، محمد رضا، وأحمد محمد ضياء. وبيرأس البعثة في بولندا محمد السيد عبد الفتاح، وبيضم الجهاز الفني للمنتخب فرناندو مونزا المدير الفني، وكابتن طارق الزفتاوي المدير العام، وأحمد سعيد محلل تقني، وأسامة محمد أخصائي علاج طبيعي، وإسلام محمدي مخطط أحمال. ده بالنسبة للجهاز الفني اللي بيرافق المنتخب. لسه مكملين مع أخبار الكرة الطايرة. وأعلن نادي كان الفرنسي ضم رضا هيكل لاعب فريق رجال الكرة الطايرة بنادي الزمالك ابتداء من الموسم الجديد. وقدم نادي كان الفرنسي التعاقد مع رضا هيكل بإشادة بالتعاقد مع اللاعب، وأنه إضافة كبيرة جدا للفريق في الموسم القادم، وأن هم هيشهدوا مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس وهيتابعوها مع منتخب مصر. وتوج كان الفرنسي مؤخرا بدوري الدرجة الثانية ليعود للظهور في دوري المحترفين ابتداء من الموسم الجديد بعد عامين من هبوط الفريق. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لرضا هيكل في تجربته بالدوري الفرنسي، ويكون سفير للكرة الطايرة المصرية ويفتح الباب لاحتراف عدد أكبر من اللاعبين المصريين بالخارج. أخبار كرة اليد. منتخب مصر لكرة اليد بيصل القاهرة بعد خوض معسكر خارجي في سلوفينيا. شهد خوض لقاءين وديين بالخسارة أمام كرواتيا ب 36-29 والتعادل مع سلوفينيا 27-27. منتخب مصر لكرة اليد دي آخر استعداداته، ودي المرحلة النهائية والاستعدادات لأولمبياد باريس 2024 اللي أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية معاه منتخبات الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين. المنتخب هيدخل في معسكر مغلق في العاصمة الإدارية بداية من بكرة بإذن الله حتى موعد السفر لباريس عشان يشارك في المنافسة. أيضا منتخبنا لكرة اليد بنتمنى له كل التوفيق جدا. منتخب كرة اليد كمان كان من المنتخبات القريبة جدا جدا في طوكيو، لأنه طبعا كان في المربع الذهبي، كان ضمن أربع منتخبات من أقوى أربع منتخبات على مستوى العالم، وبطولة كأس العالم كان ضمن الثمانية الكبار.
يعني خلاص في باريس ان شاء الله الحلم قريب جدا 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 للجيل ده، الجيل ده يستحق ان هو يحصد على ميدالية أولمبية. بنتمنى له كل التوفيق بإذن الله.